بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله، خير مبعوث بعثه الله بشيء اجمعين. مرحبا بكم مرة أخرى في الجزء الثالث من اليوم الأول من دورتنا، دورة تسجيل أبناء مؤشرات الأداء. في الجزء الأول كنا قد أخذنا اتفاقية عن الدورة، تعرفنا فيها على هذا البرنامج، تعرفنا عليكم، وبعد ذلك وضعنا اتفاقية لنا في عملية التعامل. في الجزء الثاني كنا تكلمنا فيها عن ستة قواعد ذهبية في علم الإدارة. تعرفنا فيها على قاعدة المنظمة، تعرفنا فيها على قاعدة القرارات، تعرفنا فيها على المستويات الإدارية، تعرفنا فيها على كيف نستطيع ننقل المراكز المسؤولية للمراكز الربحية، وبالتالي الآن دورنا كيف نستطيع نستفيد من هذا كله في عملية التطبيق. باقي لنا جزء بسيط جدا في التطبيق، نحاول نكمله الآن ثم بعد ذلك ننطلق. الجزء الأساسي في لوحة تختصر لنا كل اللي قلناه اليوم، إن عندنا هذه اللوحة تتكلم عن متطلبات أساسية لتصميم مؤشرات الأداء. يمكن الكلام اللي قلناه كل اليوم الصباح يوضح ان عمليه بناء المؤشر ما تحصل على طول مباشره، انما لها متطلبات. واحده من المتطلبات الاساسيه لازم يكون عندنا خطه استراتيجيه، لازم تكون الخطه موجوده، هذه الخطه تكون مقننه وتكون الخطه اصلا محكمه. الشيء الثاني لازم يكون عندنا خطه، هذه اهداف استراتيجيه داخل الخطه الاستراتيجيه عشان نستطيع نشتق منها الاهداف. ثم نحتاج يكون عندنا اهداف مرحليه لكل مرحله، ثم بعد ذلك نحتاج يكون عندنا تصميم وانسجام الاهداف التشغيليه، ثم بعد ذلك نبدا نضع مؤشرات ونطور مؤشرات، ثم نقوم بعمليه قياس الاداء. اذا نحن نتكلم عن سلسله عمل مسلسل، كل جزء منه بيكمل الجزء اللي بعده، ليس نتكلم عن شيء ممكن يحصل بالتوازي. عاده في امور تحصل بالتوازي وفي امور تحصل بالتتابع. عمليه بناء المؤشرات هي عمليه تتابعيه، يعني بعد ما ننتهي من عمليه وضع هذه المنظومه يبدا عندنا صناعه المؤشر ثم عمليه قياس المؤشر. البعض من الاخوه والاخوات توقع الموضوع يتم على طول مباشره، ممكن يتم بالتوازي، يعني يقول لك خلينا نتدرب على الخطه ونسوي المؤشر. هذا لا ينفع، هي مش حج وبيع مسابح، هذه لازم نخلص هذه ثم نعمل من الاخرى. طيب يلا خلينا نبدا الان في اول جزء.